السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا في اطار تحضيرات للشهر المبارك الكريم. جيت وجبتكم معايا باش تتعرفوا على محل غادي نشاركوا معكم، غادي يعجب بزاف ديال السيدات اولا كل السيدات. محل اسم ديالو باكيا، مختص في كل ما يتعلق بالتغليف والتخزين وكذلك لومبالاج ديال العلب التسويقية، كذلك خصوصا المتتبعات اللي عندهم مشاريع وتيبغيو هكا فاش يروجوا المنتوجات ديالهم بحلة اللي تكون زوينة، وباش كذلك حتى باش يرفعوا من القيمة ديال المنتوجات ديالهم. فخليكم معايا تشوفوا المحل كيفاش داير. كاينين هاد لي بواط هادو ديال بريسيج الشكلاط التمر، كاينين في بزاف ديال الاحجام وكاينين في بزاف ديال الالوان. ها هما الالوان اللي كاينين، كاين دوري ارجونتي ابيض روز، المهم كاع الالوان راه كاينين، نوار كاينين الصغيورين هادو، والثمن ديالهم 9 دراهم حتى هما فيهم الالوان. نبقاو دائما في لي بواط ونوريكم هاد الشكيلات هادو اللي كيجيو بحال هكا، كيجيو ها هما الاسميه كيكونوا محطوطين هنايا 14 درهم 5، هادو محلولين ما تيتسدوش. كاين اشكال فيهم، كاينين هادو ديال الحلوه حتى هما. بالنسبه للاثمنه 17 درهم، راه تيعطيكم العبارات وتيعطيكم جميع المعلومات في كل حاجه، يعني كيكتبوا لكم هما المعلومات وكل شيء هنايا كيف ما كتشوفوا. كاين هادو اللي تنفرشو فوق من طبسين اولا فوق من داك البلا اللي كنحطو فيه اي حاجه بغيتو، ملاحات حلويات. كاينين هادو كيديرو ب 10 دراهم فيهم 100 بياسه، وكاينين هادو الكبار ب 32 درهم فهما 100 بياسه. ولي هاد لي فوق حتى هما توم اللي كيتفرجوا تحت من لي طاق والملاحات وكل شيء، هادو 150 وحده ب 25 درهم، وكاين فيهم حتى هاد الشكل هذا ديال لي ترونش. ها هما كاين حتى هاد الشكل هذا زوين، هذا مربع سامبل في نوار فيه الشكيلات. ها هما ديال لي ماغنوم دايرين ما كاتبينش الثمن هنايا. كاين هاد الشكيلات هادو اللي كيجيو هكا مربعين، هادو هادو ب 45 درهم. شحال دايرين فيهم؟ المهم هادي ب 45 درهم. خلاص كاينين حتى هاد لي بواط هادو اللي تقدروا الناس اللي عندهم مشاريع و تيبغيو هاد لي بواط هادو، راه حتى هما كاينين هنايا. كنحاول نشد لكم هكا غير لقطات. بالنسبه لهذا واحد البابي اللي كنلوي فيه الحاجه اللي كتكون مزيته، يعني بحال الطاكوس بحال الحوت بحال اي حاجه كانت مقليه اولا فيها الزيت كتلوى في هذا البابي هذا، ما تيخرجش الزيت. فهمتوا البنات؟ بالنسبه للثمن ديالو نشوف عاش بالنسبه للثمن 60 درهم 2 كيلو اللي فيهم. وكاين هذا اللون هذا حتى هو هذا في المارون خفيف وهذا في الابيض. شوفوا لي كاينين هاد الكراتم هادو اللي تاهما تقدروا ديروا فيهم طاكوس، تقدروا ديروا فيهم اي حاجه، مثلا الا بغيتوا تعطوا لشي واحد حاجه هكا، ولا الناس اللي خدامين هكا في لي ساك ولا في عندهم مشاريع هكا ديال الماكله كيديروا 85 درهم 50 وحده. هانتوما فيهم الالوان وفيهم الاحجام. كاين حتى هاد الشكل هذا داير ب 69 درهم 150 وحده. المهم كاينين هنا هاد لي كوبلي هادو، والله الا تقدروا تستافدوا منهم حتى غادي ديروهم بحال لي كاب كيك. المهم بالنسبه للثمن ديالهم 18 درهم. كاينين هاد الكبار هادو ب 23 درهم. راه باك كامل على ما اظن. المهم يلا تاكدت لكم 18 درهم كامله، وهادو 23 درهم كاملين، يعني الصف كامل ب 23 درهم وهادو ب 18 درهم. كاينين هاد الصغار هادو ب 14 درهم.
هذا اللي كنقبض بهم مملحات هاهو باش نقص لكم باش تشوفوا مزيان. دايرين ب 35 درهم كيف الاشكال. هادو لي بروشيت صغارين كاين هذا الشكل هذا حتى هو ب 32 درهم. شوفوا لي هاد الموديلات هادو حتى هما كاين هذا الشكل هذا ب 80 درهم. ها هو تقدروا تجيروا فيه الطماط تقدروا تجيروا فيه حليوات هكا بريستيج. فيهم الاشكال وفيهم هذا ب 40 درهم صغير. كاين هذا الشكل هذا نوريكم هانتوما داير ب 65 درهم. كاين هذا الشكل 90 درهم وكاين الموين الكبير 115 درهم وكاين هذا الدائر الدائري 120 درهم. هما الاشكال بالنسبه للناس اللي تيبغيو هكا قريعه العصير تيبغاوهم هكا سيباري او الناس اللي عندهم مشاريع اللي تيبغيو دوك لي فلاكون هكا ديال لي برودوي ولا ديال العصائر هما راه كاينين بحال هادو دابا ب 5 دراهم. هادو صغيورين كاينين شكل اخرين عاوتاني هادو ب 12 درهم الوحده. هما الاشكال كاين هذا الشكل هذا ب 6 دراهم و 50 ولا خديتي 6 كتولي ب 27 درهم يعني كتولي ب 4 دراهم و 50. فهمتوا البنات هما يعني كل ما خديتو الكونتيتي كل ما تينقص لكم في الثمن. كاين هذا الشكل هذا ديال التعليب اولا ديال التصبير ب 26 درهم. ها نتوما هذا الشكل هذا ب 4 دراهم و 6 تيتقاموا ب 3 دراهم و 50 يعني 21 درهم. ها نتوما كاين هذا الشكل هذا حتى هو كنحاول نشد لكم الاثمنه نتمنى يا ربي يكون زعما تيبان لكم مزيان. المهم البنات ما تنساوش اللايك لايك 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 الفيديو المهم ما تنساوش راني كنفكركم. هادو هذا الشكل هذا اللي كيجيو تقريبا في القد ديال دوك القرايع ديال الكونفيتور تقدروا تعلبوا فيهم اي حاجه بغيتوا ولا تصبروا فيهم اي حاجه بغيتوا. بالنسبه لهذه راه 5 دراهم البنات و 6 تيطيحوا ب 4 دراهم و 50. كاينين هاد الكبار ب 7 دراهم ولا خديتو من 6 الفوق كتولي ب 6 دراهم و 50 يعني 39 درهم في الطوطال. كاين هاد الشكل هذا ب 51 درهم كبير هادي 9 دراهم ولا خديتو من 6 الفوق تتولي ب 6 دراهم و 50. بالنسبه للقرايه ديال التجميل اولا ديال العطريه ولا ديال المهم شوفوا لي هاد الشكل شحال زوين هذا ب 10 دراهم و 50. كاين كذلك حتى هادو ديال التجميل هما راه كاينين في الاشكال. الناس اللي كيديروا لي برودوي كوزميتيك راه كاينين عندهم في الاشكال. بالنسبه للقرايه ديال الزيت اولا العصائر ولا المهم هادو ب 17 درهم ونص. هانتوما قداش كاين هاد اللون هذا حتى هو وكاين هذا ب 8 دراهم و 50. كاين كذلك حتى هاد لي ساك هادو اولا هاد لي ساشي هادو اللي تيدار فيهم هادوك دوك البطاطا اللي وريتكم في الاول بحال هادو ها هما راه كاين في الاشكال. بالنسبه لهادو كيديروا ب 11 درهم تقريبا. هذا هو العرض ديالهم شفتوا هانتوما هادو كبارين هادو الكبارين ب 11 درهم فيهم اشكال. هادو فهاد العبار هذا كيجي بهاد السياد ديالهم هادو ب 8 دراهم. كاين عاوتاني هاد الشكل هذا اللي كيجي بحال هكا هادو ديال البلاستيك نشوف ها هو الشكل ديالهم كيفاش داير. كاين هاد الشكل هذا كنحاول نصور لكم غير شي شويه من بزاف حيت الصراحه راه المحل تبارك الله فيه واجبنا عندهم صراحه زوينين. هانتوما بالنسبه لهادو الرشاشات ب 3 دراهم الوحده صغار ب 2 دراهم و 50 هادو وكاينين ديال لي شامبوان هنايا كاينين ب 6 دراهم 10 دراهم
هما كاين في الاشكال، يعني كل ما تبدل الشكل زعما ولا زوين راه تزاد في الثمن. كاينين هادو حتى هما ديال الريحه ولا ديال لي سيروم، هما ب 9 دراهم. وكاينين هادو بحال اللي كنت خديت اللي وريتكم، راه بزاف منكم تيسولوني عليهم. ها هما راه كاينين هنايا، كاين هاد الشكل هذا شفتي طاح ليا، نوريكم هذا كبير بحال ديالي ب 8 دراهم، ولا خديتو 88 سياسه الفوق كتولي ب 5 دراهم و50. فهمتوا البنات؟ وكاينين هاد البواطات، هاد لي بواط ديالهم حتى هما راه كاينين، ها هما في الاشكال. شفتو هما البنات؟ ها هما كيفاش كيجيو نتوما، شفتو زوينين كما قلت لكم، راه كاينين في الالوان وفي الاحجام عاوتاني. ها هما بالنسبه للي طاي، ها هما هاد الصغيورين هادو دايرين ب 5 دراهم. بالنسبه لدوك العلب ديالهم شوف، هاد الكبار كاع ب 50 درهم، وكاينين ديال 40 درهم، وكاينين ديال 30 درهم، صغيورين كاع. كاين حتى الناس اللي كيكون عندهم بحال هكا لي سناك وتيبغيو هذاك الشيء فاش اولا دوك لي بواط باش يبقاو يحطوا فيهم الماكله اللي كيعطيو الناس. ها هما راه كاينين هذوك بحال هادو، كاينين هادو ديال لي سلطه فخوي واقيلا، وكاينين هاد العجين هادو حتى هما فيها مدورين. بالنسبه للاثمنه ها هما 18 درهم، كتكون فيها هادو هاد الشكل الاخر، هادي باكيه كامله واقيلا فيها 10، 1 2 3 4، لا لا هادو واقيلا اكثر اللي فيها. نشوف ما عرفتش هادي شحال فيها، ولكن هادي فيها اكثر من 10 ب 18 درهم. ها هما الاشكال، شتو كاين حتى هادو 3 دراهم و50. بالنسبه للقراعي ديال البلاستيك السيترون ب 3 دراهم و50، الكبار ب 4 دراهم. ها هما كاينين هادو حتى هما، مهم بزاف ديال هما الناس اللي كيديروا العسل وداك. شوفوا لي هادو زوينين حتى هما، هادو ديال لي صوص ولا ديال. بالنسبه لهادو ب 19 درهم، وقيلا 10 فيها 10. كاين عاوتاني هادو ديال 500 غرام ب 20 درهم، جوجات يعني 10 درهم الوحده. كاين هذا الشكل هذا ب 26 درهم، بجوج بواطات. كاين هاد الشكيلات هادو حتى هما، بالنسبه للكبار دايرين هادو ديال كيلو ونص دايرين ب 44 درهم، حتى هما فيهم غير جوج. المهم الاحسن انكم البنات تجيو تشوفوا بينكم، حيت شحال من حاجه ما صورتهاش لكم. بالنسبه لهادو ب 25 درهم، باكيه كامله هادو اللي كيجيو بحال هكا. كاينين هادو اللي كنديرو في اللي كان زعما ديال الفريغو، هادو ب 39 درهم، باكية كاملة فيها 10، فيها 10 وفيهم فيهم الأحجام. ها هما كيفما قلت لكم. كاينين هادو تاني ديال السلاد بالنسبة لهادو ب 20 درهم، فيهم 10 مزيانين. وهادو غادي تحتاجهم حتى الناس اللي كيعطيو لوليداتهم في رمضان مثلا الماكله، زوينين هادو ب 16 درهم فيهم 10. كاين حتى هاد لي بلاطو هادو راه كاينين في الاحشام، فيهم الكبير والصغير. بالنسبه لهادو ب 3 دراهم، شفتو هما البنات هادو راه ديال الالومنيوم. كاين هادو طوما ديال البلاستيك اللي حطو فيهم الدجاج اللحام الفريغو ب 10 دراهم، فيهم 10. وكاين خلاص هاد الصغيورين هادو طوما راه كاينين. شوف راه كاين داكشي صراحة زوين هنا، راه كاين جديد هادو ب 11 درهم و20. كاين حتى هاد البلاستيك هذا ديال هذا اللي كيطرطق
الا بغيتو زعما على ودي شي حاجه ما تهرسش لكم، ها هو راه داير ب 280 درهم 100 متر، كاين هذا ب 75 درهم، وهادو ب 45 درهم. هادو شكون فيه الغريب بحالي، وكاين حتى هاد التحت عندهم تبارك الله حتى هو فيه لي بواط بحال هكا. شوفوا لي بحال هذا، هادو كيديروا ب 13 درهم و50 الوحده. ها نتوما قداش هادو، راه كلهم فرشي. كاينين هادو حتى هما ديال لي بيتزا، ها هما الثمن ما عرفتش الثمن ديال هادو، انا كنوريكم. ها شوفوا لي هادو حتى هما، هادو كيتحلوا وكاين هذا الشكل هذا ب 16 درهم حتى هو. ها هما هادو صغيورين ب 11 درهم مربعين، تقدر تبغوهم الشباكيه ولا لا بغيتو تصيفطوا لشي واحد. قاسحين صراحه قاسحين. كاين ها السطوله هادو حتى هما، وحتى هنا راه كاين دوك القراعي. بالنسبه لهذوك الكراط ديال الحلوه ها هما حتى هما، راه كاين في اشكال زوينين. واش هادو ما فيهمش لي سامبل ياك؟ هادو البيضين العاديين لا فيهم لي باكي ديال 50. المهم بالنسبه لي بخي ديال هادو ها هما، وكاين فيهم صغيورين بالنسبه للعبارات راه قلت لكم شي يختلفوا الثمنه ديالهم. كاين هادو ديال الحلوه كاين حتى هاد الكبار، هادو ب 12 درهم. شحال فيهم ما عرفتش شحال فيهم من وحده، ولكن واقيلا الوحده شتو كيفاش دايرين. وهادو بحال دوك اللي وريتكم في الفوق قاصحين. كاين البابي هكا بالاحجام تيكونوا كبارين كبارين. بالنسبه للثمن ما بانش لي انا الثمن ديالهم، وكاينين هادو ب 21 درهم، هادو الكبارين كاع اللي بغاهم على ودي الشباكيه. وكاينين هادو الكبارين ب 40، كاين هذا الحجم هذا حتى هو. المهم الاحجام راه كيختلفوا. بالنسبه للبلاصه انتم راه كاين هنايا كاين ميني با كما كتشوفوا، وكاين هنايا المديريه الجهويه للنقل واللوجيستيك هذه في الداخله، وهنايا راه كاينه اتصالات المغرب. يعني راه ما عندكم فين تلفوا عاودوا ثاني سولوني. ها انتم ها هو كتجوا مع اتصالات المغرب هكا، وكتلقاو المحل هنايا راه تبارك الله راه باين، راه كاين غير في الشوكه، كاين في البلاصه بالضبط فين كانت سوبر جوهره سوبر مارشي.